أوكي، فراح تكون 4 أربعة ستة خمسة واحد اثنين أربعة صفر. الثالثة سبعة اثنين أربعة خمسة ثلاثة سبعة خمسة 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 واحد ثلاثة تسعة صفر أربعة ثلاثة واحد واحد تسعة صفر أربعة ستة اثنين واحد خمسة خمسة صفر اثنين أربعة. حاصل جمع مجموع الـ Fi Xi تربيع يساوي لنا 2 4 4 7 4 8 3 3. هذا الناتج هو اللي راح نستخدمه لإيجاد قيمة روت مين سكوير. فنرجع نطبق القانون. القانون الـ R M S شي يساوي لنا تحت الجذر، نعوض بالرقم 2 4 4 7 4 8 3 3 على 50 على 50 حيطلع بالبداية راح نسوي عملية القسمة، فيطلع لنا 4 8 9 4 9 6 6 6. ناخذ الجذر إلها فراح يطلع لنا 699 و6 بالعشرة، وهذا أيضا ضمن الرينج بالنسبة للفئة الثالثة والحقيقية. طلع النتائج اللي استخرجناها نقدر نجمعها، خلي نجمعها بهاي الصيغة. راح تصير هارمونيك أصغر أو يساوي لنا جيومتريك، أصغر أو يساوي لنا الإكس بار، أصغر أو يساوي لنا الآر أم إس. شلون احنا عرفنا؟ من خلال القيم اللي استخرجناها. لان هنا كانت عندي 669، هنا كانت القيمة عندي 669.2، هنا استخرجناها كانت 669.4، وهنا كانت 669.6 بالعشرة. فإذن اللحظة هنا انه اعلى قيمة وسط كانت هي للـ RMS. اوكي، طبعا في الميديان نحتاج فقط الفئة ذات التكرار الاعلى، هاي لازم تفتهموها، فقط نحتاج القيمة ذات التكرار الاعلى. اوكي طلاب الاعزاء، طبعا للوسط الحسابي الكثير من الخواص، وهذه الخواص جدا مهمة، يعني هي عبارة عن اشتقاقات، هي ثلاث خواص لكنها تمثل اشتقاقات. فبالنسبة للـ Properties of the Arithmetic Mean، أول واحد، أول Properties اللي هو The sum of deviation of the data from their arithmetic mean is zero، مجموع انحرافات البيانات عن الوسط الحسابي يساوي لنا صفر. هنا ايش يقول لك؟ بروف ذات. بمعنى اخر يجيك بالسؤال هاي الصيغه ويقول لك اثبتها، مجموع fi xi ناقص x بار يساوي لنا صفر. يقول لك prove that. شلون لازم نثبت ان مجموع الانحرافات البيانات عن الوسط الحسابي يساوي لنا صفر؟ نجي على الحل. نقول احنا بالبدايه راح نقوم بعمليه التوزيع، فمجموع ال fi xi ناقصا x بار يساوي لنا صفر. نقوم بعملية إدخال مجموع الـ Fi على الحدود الموجودة بالداخل. بس لازم ننتبه على شغلات طلاب. الشغلة اللي هي كالتالي، الـ X شو تمثل لنا؟ الـ X حتمثل لنا متغير، والـ X bar شو تمثل؟
تمثل ثابت. أوكي، هسه حتى نفهم ليش حكينا هاي الحكاية. من دخلنا مجموع الـ Fi على داخل القوس راح نحصل عندنا التالي: مجموع Fi Xi ناقصاً، بما أنه الـ X bar هي عبارة عن قيمة ثابتة فراح تخرج خارج عملية الجمع، مجموع الـ Fi يساوي لنا ايش قد طلابي؟ يساوي لنا صفر. أوكي، من تعريف الـ Arithmetic Mean تذكرون الـ Arithmetic شي يساوي لنا كان؟ بما أنه الـ X bar هو عبارة عن مجموع Fi Xi على مجموع الـ Fi، وين راح نعوضها؟ راح نعوضها بالمعادلة اللي هسه حصلناها اللي هي أهاي. فإذا حيصير كالتالي: إذا مجموع Fi Xi ناقصاً مجموع Fi Xi على مجموع الـ Fi مضروباً في مجموع Fi يساوي لنا صفر. شو حنسوي هنا؟ نحذف هذا ويا من؟ ويا هذا. فإذا حيصير عندي مجموع Fi Xi ناقصا مجموع Fi Xi صفر. إذا وهذا صحيح، يعني هنا قيمته صارت صفرت نتيجة هذا الشرح. إن شاء الله تكون مفهومة. هاي الخاصية رقم واحد. الخاصية الثانية: For several samples, the combined mean is given by. لعدة عينات المتوسط التجميعي يمكن أن يعطى بالصيغة التالية. هذا هو نقدر أن نطيب هاي الصيغة. أوكي، زين، أنا نطيتها بهاي الصيغة. هاي طبعاً بالنسبة للسؤال الثاني: For several. أوكي، For several. هنا القانون اللي ينطي اللي هو جدي يقولي، دي يقولي أوكي، إذا كان الـ X bar يساوينا العينة الأولى الـ N1 X bar متوسط زائداً العينة الثانية مع قيمة الـ X bar مالتها زائداً الثالثة إلى آخره، إلى آخره من القيم أو المجتمعات، وهنا الـ N الأولى زائداً الـ N الثانية زائداً الـ N الثالثة، يقولي أوكي اثبت لي For several samples, the combined mean is given by. إنه هذا ممكن كله أني أحوله كأنه إلى شنو؟ إلى X bar تشمل جميع هذه القيم. نقول أوكي. نقول أولاً where. هنا أنا شنو عندي؟ عندي كأنه data. أوكي، خلينا نقول اثنين كأنه أنا عندي data one، وهنا إيش data two. هاي من متكونة؟ متكونة من X bar 1 وأيضا X bar 2. هاي بالنسبة لهاي. أوكي، بالنسبة للعينة، بالنسبة للعينة اللي راح تقابلها هنا سامبل الأول هو بالنسبة لل N1 هو عبارة عن X bar 1، وبالنسبة للسامبل الثاني اللي هو ال N2 هو عبارة عن X bar 2. هذول اثنيناتهم طلاب، هو بالاصل شو حيمثل لي؟ الكومبايند المن للاكس، كومبايند بالنسبه للاكس بار. بفرضيه انه اذا افترضنا انه ال N1 يساوي لنا ال N2 يساوي لنا ال N3، احنا ما راح نقدر نشتغل اذا ما راح نساوي هاي الفرضيه. زين اوكي، ليش؟ لأن إذا ما افترضت هاي الفرضية إنه الكل هو مساويات، أوكي حيظلون هذول مجتمعات غير سوية، فما راح أقدر أقول إنه لا هم كلهم عبارة عن عينات متوسط تجميعي وكلهم داخل الرينج. فبالتالي إذا الـ X bar بهاي الحالة ما دام مساوت الـ N، شو راح يصير؟ حيصير إذا N1 X1 أوكي زائدا الـ N1 X2 bar. أوكي، هنا إيش راح يكون؟ N1 زائداً
وهون يعني أنا قلت لكم افترضنا بس مجتمعين، من دا نيجي نشتق افترضت إنه هو فقط مجتمعين. أوكي من سويته هيجي زين هنا مو أني عندي ال N1، يعني خلينا نقول إحنا متكررة متشابهة ممكن أنا أستخرجها كعنصر متشابه بالمكانين. إذا أوكي إذا ال X بار شو حيساوي لنا بهاي الحالة؟ حيساوي لنا ال N1 أفتح قوس X بار 1 زائدا X بار 2 أسد القوس. طبعا اللي جوا N1 ومع N1 شو حيساوي لنا 2 N1. أقدر أحذف هذا منه مع هذا، فإذا شو حيطلع لي؟ حيطلع لي إذا ال X بار يساوي أنه هو عبارة عن ال X بار 1 زائدا ال X بار 2 على 2. هنا شنو اللي صار؟ إذا كأنه الوسط الحسابي لعينات متعددة يمثل لي هذا الصيغة، يمثل هذه الصيغة. هذا بالنسبة للاشتقاق الثاني. نجي على الحالة الثالثة. بالنسبة للحالة الثالثة هنا أنا. If the deviations di from any value لل a are available، بمعنى إذا كان الانحراف عن أي قيمة ل a متاحا. Prove that، اثبت إنه ال x bar يساوي إن ال a زائدا مجموع ال fi di على n. طبعا أكيد إحنا إيش نشتغل؟ group data، لأن هذا العينة البسيطة، أما هذا الجروب داتا. أوكي أيضا راح نحاول نثبت هذا الاشتقاق. فبالتالي أول شغلة لازم نكتبها، الشروط اللي يريدها. أول شرط بالنسبة إلي اللي هو di يساوينا ال xi ناقصا a، هاي كأنه المعادلة الأولى. طبعا هنا ال a شنو يشبيها؟ كونستانت، ثابت. اوكي بروف ذات انه x بار يساوي ان ال a زائدا مجموع fi di على ال n المن فور جروب داتا. نيجي نحل. أول شغلة حنقول di يساوي لنا xi ناقص a، كأنه هاي معادلة رقم واحد. حنقول from equation 1 شو حستفاد؟ هخلي ال xi أثبتها وأنقل ال a إلى الجهة الثانية. فش راح يصير عندي؟ حيصير عندي di زائدا a. اوكي هاي نخليها، هاي خلصنا اول شغله. هنا مباشره اتذكر قانون الارثمتيك مين، قانون الارثمتيك مين. طبعا قانون الارثمتيك مين هو عبارة، بما أنه الـ X بار يساوينا مجموع الـ Fi XI على مجموع الـ Fi، وين راح أعوض؟ راح أعوض هاي القيمة هنا. اوكي راح اعوضها هنا، فراح نحصل على القانون بهذه الصيغه. اذا x بار شو يساوي لنا؟ مجموع fi di زائدا a على
مجموع الـ Fi. راح أوزع مجموع الـ Fi على داخل القوس. فش راح يصير هسه عندي؟ حيصير عندي X بار يساوي لنا مجموع Fi Di زائدا الـ A لكونها كونستانت راح تطلع لي يعني لي برا، خلينا نقول خارج عملية الجمع، مجموع الـ Fi على مجموع الـ Fi. بما انه هنا العملية عملية جمع، أنا أقدر المقام أوزعه على يعني على القيمتين، فبالتالي إذا الـ X بار شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لنا مجموع Fi Di على مجموع الـ Fi زائدا A زائد أي مجموع Fi على مجموع الـ Fi. طبعا هذا أقدر أحذفه مع هذا، وبالتالي الـ X بار يساوينا الـ X بار يساوينا مجموع الـ Fi Di على مجموع Fi زائدا الـ A. وبما أنه مجموع الـ Fi يساوي لنا N، إذا أقدر مثل ما يقولون نعوض بمكانها، فراح يصير عندي X بار يساوي لنا مجموع Fi Di على N زائدا A. وأيضا قدرنا نثبت الحالة اللي احنا بنشتغل عليها، اللي هي if the deviation di from any value لل a are available. اذا كانت انحرافات بالنسبة لل di عن اي قيمة لل a هي متاحة، فراح تثبت لنا انه ال x بار يساوي لنا ال a زائدا مجموع ال f i d مقسومة على ال n. عندنا موضوع اسمه طلاب خواص الجمع، عندنا موضوع اسمه خواص الجمع. خواص الجمع اكيد يعني انتم اخذتوه بشغلات الرياضيات بتعرفوه. فمن خواص الجمع اللي نتعلمها واللي نعرفها واللي تفيدنا بشغلات الاحصاء، اول خاصيه نطرق عليها بشكل سريع، أول خاصية أنه مجموع إذا كانت هنا N وهنا A يساوي لنا واحد، ما بين قوسين الـ XI كل تربيع لا يساوي مجموع الـ NI يساوي لنا واحد، XI تربيع. بمعنى إيش؟ لنفرض أني عندي القيم التالية، إذا كانت الـ X هي 1 و 2 و 3 وهنا إيش راح يصير؟ وهنا طبعا إيش هي الـ X تربيع؟ هنا ربعنا القيم فراح تصير 1 4 9. حاصل جمع هنا مجموع الـ X هنا راح يكون 6، لكن حاصل مجموع الـ X تربيع هنا راح يكون 14. فإذا ربعت هاي القيمة فصارت مجموع XI كل تربيع راح تطلع لنا 36، وال36 لا تساوي لنا ال14. هاي الخاصية رقم واحد. الخاصية الثانية، مجموع N I يساوي لنا 1، ال A مضروبة في ال XI هو عبارة عن الـ A خارج لأنه كونستانت هنا، فلازم يخرج مجموع الـ XI، وهي الخاصية تحدثنا عنها قبل شوية. خاصية الثالثة، إذا كانت عندي كونستانت الـ A، طبعا قلنا هاي خواص بسيطة يعني كلها أغلبيتكم تعلميها وتعرفوها، لكنها تذكير لأن تفيدنا بالأيام الجاية.
هاي كلها حاصل جمع هو إيش AN لكونهم كلها إيش constant. أوكي من نجي مثلا عندي هذا الحد مثلا أوكي قال لي بالإحصاء قال لي أوكي أنت عندك هنا ثلاثة هنا الكي يساوينا واحد القيمة هي FI XI هاي معناته مين جاية هاي هنا معناته أنا عندي ثلاث حدود بمعنى عندي ثلاث حدود فبالتالي من أجي أريد أكتب الصيغة الاعتيادية مالتها معناتها هي جاية من F1 X1 زائدا F2 X2 زائدا F3 X3 هسه أيضا عندنا اللي بعدها الخامسة خاصة الخامسة مجموع أيضا هنا ثلاثة الآي يساوينا واحد يساوينا طبعا هنا الأكس هنا الأكس آي طبعا هنا هذا الأكس شو راح يصير حصير إكس 1 إذن زائدا إكس 2 زائدا الأكس 3 ليش يكون إيش كم حد أنا عندي أيضا عدد الحدود ثلاثة نفس الحالة إذا كانت عندي بصيغة هاي مجموع أيضا هنا ثلاثة طبعا ثلاثة أربعة هنا بس فرضيا إنه أنا داخلية كل مرة ثلاثة أربعة سبعة تسعة حسب السؤال اللي حيجيكم هنا حيصير إذا y ناقصا ثلاثة كل تربيع هنا إذا نفس الحالة الحد متكرر ثلاث مرات اللي هو عدد الحدود فمن نجي راح نكتبه حيكون y واحد ناقصا ثلاثة زائدا y 2 ناقصا 3 ايضا كلها تربيع زائدا y 3 ناقصا 3 كلها تربيع الخاصيه الاخيره ونفرض انا عندي مجموع هنا مثلا 5 مثلا انا عندي مجموع xi ناقصا a اوكي ايضا هنا خلينا نقول 3 ايش راح يصير x1 ناقص a زائدا x2 ناقص a زائدا x3 ناقص a من اجي معناته اقدر اكتبها بصيغه ثانيه هنا معناتها x1 زائدا x2 زائدا x3 ناقصا 3a طلاب ان شاء الله كنت وفقت بعطاكم هاي المحاضرة بصراحة هي محاضرة مختصرة كان المفروض انطي محاضرة اطول بس حبيت انه نحل بعض التمارين فلهذا حيكون اكو جزء ثالث فيديوي نحل به عدد من الأمثلة مو كلها عدد من الأمثلة اللي دزيناها لكم كتوتوريال واختبار لكم وأشكركم جزيل الشكر على استماعكم شكرا جزيلا وإن شاء الله تكونون بخير وعافية